ما كان يقوله لنا خلال تدريسه لنا للشعر ولشخصية المهجري والشخصية العباسية إلى آخره. فهذا الزخم الذي بقيني دائما ذاكرتي هو الذي حارب شعوري وجعلني أحس بأني كنت مقصرا تجاه ما نهيت من معينه. فأخذت أصعب أساتذتي وظهر أمامي جميعا صورة أستاذ محمد أشرفي، وهكذا قررت وعقدت الأزمة على أن أزورها، على أن أزورها لكي أضع من على كتفي حبلا أحقني حبله لمدة طويلة. وهكذا تحررت من كل التزاماتي وانطلقت في اتجاه بيتي أو عرينه لأطول الطرق. وهكذا حملت قصرا وقلما وانطلقت بعدما تحررت من كل التزاماتي وذهبت الى الاطراف لعلني اجده، ولكن لحسن الحظ وجدته جالسا بجانب بيته وهو في مناجاه. قال لي بعد ذلك انه كان يقرا القران، كان يستذكر القران في جلسه كلها وجدان وسجود طبيعه الحال وتدبر وخشوع. فتاملت قليلا واقتربت منه شيئا ما بخطوه متزخده، وهو طبيعه الحال لاحظني ولاحظ هذا الوافد الغريب، ولكنه كان في قراءه القران. حتى وقفت امامه فسلمت عليه. سلمت عليه وقلت السلام عليكم، اجبني وعليكم السلام. فقدمته لنفسي، قلت استاذ انا كنت تلميذا عندك سنه 93. قال لي مرحبا. قلت استاذ انا جئت عندك لازورك ولاصل معك الرحم رغم انه لا قرابه بيننا. قال لي بلى، توجد قرابه بيننا. كيف؟ قال لي نحن كلنا ابناء اسماعيل عليه السلام، نحن من العرب المستعربه. فانطلق يشرح لي لاول مره، انطلق يشرح لي بعد العرب الصعيبه والعرب عريبه، وانتهى في سراديب جميله جدا كلها طريفه ومفيده جدا، ولكن كنت اتالم لكوني لم اسجل ما كان يقوله به. فجلسنا، ولما جلسنا في حديقته لست ادري كيف مر الزمان، مر بسرعه كبيره، مر 7 ساعات و10 دقائق، مر بدون ان اتعب او يتعب، وذلك لجميل الكلام ولحسن البيان ولعمق الافكار التي كان يقولها ولجميع الذكريات النضاليه التي اشبعني بها، التي حركت شجوني وجعلتني اقف عند هذه الذكريات النضاليه التي كانت مهمه جدا. فقررت ان لا اترك هذه المعلومات الجيده المفيده التاريخيه، لا اتركها تذهب جدا وتتوخر مع الزمن. قررت ان اكتب كتابا حول هذا التاريخ وهذه المرحله. تلك الزيارة الطويلة جعلتني أكرر زيارتي والأخرى، فكانت عدة زيارات بالعشرات، فكنت أسجل كل مرة، فهذه الزيارة نبتك عنها هذا الكتاب، إذا هذا الكتاب هو إلى تمرات هذه الزيارات. فلما كتبت الكتاب وكنت عازم على كتابة الكتاب وأخبرته بذلك، كان يظن أن هذه فكرة قالها له الكثير من الناس، ولكن لم ينجزوا ما وعدوا به، وظن أن الكلام يبقى كلاما بدون أثر. ولكن رجلا ظهر لما قدمت عنده وقدمت له الكتاب، فكان ربما لم يصدق طبيعة حدث بيده. ثم مرة أخرى قدمت له مجموعة، يعني الأول كان فقط عبارة عن مسكوت. في مرة أخرى قدمت له مجموعة من النسخ، وتأثر ظنه تأثرا كبيرا، وظهرت الفرحة والإرضاء عليه، ولكنه كان يخفي
ولكن في ملامحه كان تأثر واضح. قال لي لماذا كل هذا الشيء؟ لماذا تلبس الحجاب مع تفاخر ديني؟ أنا لم أفعل شيء كبير، أنا فقط تلميذ، أنا فقط تلميذ لأساتذة كبار في الوطنية، إني لم أفعل ما فعلوه، أنا فقط كنت تلميذا لهم أتأثر بنشاطهم الوطني والنضالي. فذات مرة مع السياق قال لي أنا تلميذ عبد الخالق طهرس، تأثرت به أحاول أن أقلده في الخطط وفي كل شيء. فقال له أستاذنا اعتزاز وله تأثر كبير وتقدير كبير بالزعيم الوطني عبد الخالق طهرس لأنه تلقى في أحضانه. إذا ظهر الكتاب مجملها كان يقول بأن وأخيراً لقد أنصف الرجل، وأخيراً لقد أنصف الرجل. أنا أقول لم يصف، وإنما هذه البداية، وإنما هذه البداية، وغالبيتهم يمشوا بحرصه على الحقوق، وكذلك يمجد ويوهم بشجاعته في مراحل كبيرة. ومنهم من قال لي ومنهم حاضر يحضر معنا غرام الآن، قالوا لي لن تعرف رئيس رجلا شجاعا جريئا خطيرا مثل الأستاذ محمد الشريف، وهم معي الآن. إذن هذا الضيق الفعل كانت مشجعة ومنوية وتركت في نفس انطباعا انطباعا جيدا، وتأثر بما قاله من قاله لي. وآخر قال لي في أن أنهار عيش لها تاريخ مجيد، ولكن ما زال يكتشف الغموض، ما زال هذا التاريخ يحتاج إلى بحث وتمحيص وتدقيق لكي تظهر على السطح شخصيات أخرى وتظهر النضالات في مراحل مختلفة. العرش دون وكل الناس بحاجة لأن يعرفوا كل هذا، ونتمنى أن تظهر إضافة أخرى لتتطرق إلى شخصيات أخرى ولتفاصيل كثيرة في تلك المرحلة. السياسي الذي كان من المغرب بداية السنة أو من الخمسينات بداية السنة. أستاذ محمد أشرفي بإضافة إلى ما ذكره الباحث محمد عزمي والأستاذ عبد السلام الكلاوي خلال تحليلها، كان من النشطاء الكبار بصفته وطنيا، بصفته رئيس فرع حزب اتحاد الوطن القدس العليا، وبصفته رئيس نقابة الاتحاد المغربي للشغل. في مرحلة كان اللاجئون الجزائريون يوجد رئيس على غير باقي المدن المغربية، فعرف رئيس عدة لاجئين فخصص لهم أماكن للجوال. وكان أستاذنا من ضمن أستاذ النشيطين الذين يحركون الجماهير بخطبهم ويريدون الأطفال الجزائرية، وكان يكتب الكلمات لكي يرددوها المتظاهرون خلال مظاهرته، وكان يشارك في المسرحيات التي يخصص روحها إلى اللاجئين الجزائريين. وكان في جهة موسى في مركز التدريب، مركز التدريب اللاجئين يعني المجاهدين. ذات مرة قدم له بمن يعني بصفته أحد قادة جبهة التحرير الجزائرية، قدم إلى العريس ثم إلى المصافي ليشرفهم ليتفقد المجاهدين الجزائريين في مراكز التدريب. فماذا فعل أستاذنا؟ طبعا حال بصفته شفت رئيس نقابة اتحاد الوطن للشغل ورئيس اتحاد الوطن للكرة الشعبية، قام بتجميع أنصار في ثلاثة حناس كما ذكر لي، وذهب بهم إلى مصافي لكي يشاركوا في التجمع الكبير، فأخذ يكتب فيهم
بخطاباته المعروفة كلها شجاعة وكلها تأييد لاستقلال الجزائر. واستقلال الجزائر كما قال لي الأستاذ عدة مرات أنهم في تلك الفترة وبحسب وضعهم كانوا يعتبرون أن استقلال الجزائر واستقلال المغرب. المغرب لن يكون مستقلا بدون استقلال الجزائر وبدون استقلال تونس. فكانت لهم تلك اللحمة مع دول المغرب العربي قوية، فلا استقلال المغرب بدون استقلال الجزائر. نحن نعرف أن هذا التدفق الذي الجزائري الذين تدفقوا به المغرب لم يكن هكذا صدفة، إنما جاء بمبادرة وبقرار شجاع من الملك محمد الخامس الذي أبى أن يساند الثورة الجزائرية رغم أن المغرب كان حديثا عن الاستقلال ودوره النادية مجلس الديار كانت ظروف هشة، ولكن كان لا بد لتأييد إخواننا في الدين وفي الدم. إذا حسبنا خطب الحشود خطبتان هويتان تهزت مشاعر وتباحث وتناول أجواء مع الوالد ومع آخرين. إذا كانت الأجواء قوية جدا كلها وطنية وكلها فيها هذا جانب لا يتسرق إلى الكتابة، لأن لا يمكن أن تسرق كل شيء في الكتابة. هناك جانب ثقافي السبن عندما كان يشكل وفاة الدافعين رئيس أسسات جمعية لها الناشئة العرقسية من أجل تمويل الشباب وطنياً وهوية مغربية. فهذه النشأة كانت بداية، كانت خفيفة ولكن كانت بداية. ثم لما ذهب إلى تطوان قام بعمل نضالي ثقافي بالإضافة إلى العمل النضالي هو مساندة اللاجئين المقاومة اللاجئين الذين كانوا في تطوان، ثم لا يسمح إلي السلام عبد السلام التدويس وأخرى من قريب من سماح الموت. إذا دار تطوان تأسس مجلة بمعنى خطية بمعنى أصدقائها أصدقاء من بينهم خالد الشباب ومحمد عبد السلام. أسس مجلة سموها المواثيق، ثم بعد ذلك مجلة أخرى سموها المواهب، ثم مجلة أخرى المواثيق والمواهب، ومجلة أخرى تجري اسمها كذلك. كانوا في وسطها ينظمون الناشئة بالأفكار التي تعبر عن الوطنية وعن حب الوطنية وعن ضرورة التعلم والمعرفة والبحث المعرفي في كل مكان، لأن بدون معرفة بدون علم لن يكون هناك تقدم. إذا لما رجع إلى الرئيس ترك هذه المجلة هي أصدقائه. التخصص هناك كثير ما يقول كثير من الأمور التي ستبقى في فرصة أخرى، وأن في مرحلة 53 وبعد ذلك بعد محمد الخامس سدنا كان هو كما يقول يعتبر أنه هو الأول الذي نضج من أجل الجمعة محمد الخامس، يعني بالطريقة الخاصة في العرقيس طريقة محدودة، ولكن أراد أن يعبر عن ربه بذلك. فتفاصيل موجودة في الكتاب ندعي إلى الإطالة. وعند ذلك السطوان كان القول حيث ظهرت المقاومة لمقاومة هذا التطور الفرنسي على رسول الله، وظهر عدة مقاومين وأبلغوا بن حسن وتبعهم البوليس الفرنسي بكل قوة بكل تسلط، فمنهم من حصل في قبضتهم ومنهم من فرق تطوان. فعرفت تطوان تدفق اللاجئين لهم مقاومين، وكان عبد الخالق طونس يهتم به ويبحث لهم على المأوى ويكلف أستاذنا بالبحث عن المهنيين لكي يزيد لهم عملا مناسبا. ومنهم كثير، منهم العتاجي والجندري وأسماء أخرى يتذكرها بالسجنة. فهو أبناء البنات الحسن في كل مكان كان فيه نضال وكان فيه يحتاج إلى نضال ويحتاج إلى تقدير.